ما حكم رسم رسومات بكائنات حية من حيوان وإنسان أي ذي روح بدون رسم الوجه؟ وهل يكفي للرسومات الحية التي لها رؤوس قطع رؤوسها بخط قلم فقط أو نحو ذلك؟ إذا أزيل أو لم يرسم رأس الصورة فإنها لا تكون صورة، لأن الصورة إنما هي في الرأس والوجه. فإذا كان الجسم على هيئة شجرة ليس لها رأس حيوان فإنه لا محذور في ذلك، ولكن تعود الإنسان هذه الأشياء ربما يجره إلى رسم الصورة الكاملة، لكن إذا احتاج إلى رسم الجسم بدون رأس إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. وأما أن فصل الرأس عن الصورة بخط كما يفعل بعض الناس فإن هذا لا يزيل المحذور، والصورة هي في الرأس والوجه، فما دام الرأس موجودا فوق الصورة ولو كان مفصولا بخط بينهما فإن هذا لا يزيل المحذور، فهي صورة متكاملة وصورة حقيقية، وهذا الخط إنما يزيدها جمالا لأنه يصبح كالطوق لها مما يجملها. فالمراد بطمس الصورة المراد إزالة الرأس بحيث لا يعرف أنه رأس ولا وجه، بأن يطمس بالحبر أو بالبوية أو بأي شيء يزيل معالمه ويخفيه تماما، أو بقطعه من الصورة وإزالته نهائيا.